طب عشان احنا ما بنتعاملش في الموضوع ده كجهه بعيد عن الجهات الاخرى، احنا هنا معانا طبعا الابطال بتوع وزاره الزراعه، وطبعا المهندس احمد سيد خاطر كان بيكلمني فوق، هو مدير الجوده، لما كنا في العربيه فوق كده ومزهزهين وبنشوف الشغل ورانا، فبيتكلم على مدى التعاون اللي ما بين وزاره الزراعه ومدى التعاون الاسبوعي، مش الشهري ولا، بيقول كل اسبوع في هنا خبراء من وزاره الزراعه. احنا معانا من نفس المكان، من نفس الجهه، من نفس الاطار اللي احنا بنشتغل فيه، من نفس المنطقه، ثلاثه من خبراء وزاره الزراعه في هذا الاطار يقولوا لنا بالظبط احنا بنعمل ايه هنا، دور وزاره الزراعه ايه، مدى التنسيق المتكامل. وطبعا كل واحد من المهندسين الخبراء دول هيقدم اسمه بكل احترام. اتفضل يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس حامد العربي، مدير عام الاداره الزراعيه بالتل الكبير. مبدئيا بنرحب بحضراتكم في قطاع وادي الملاك بالتل الكبير، ونبذه مختصره على الاداره الزراعيه بالتل الكبير. المسطح بتاع الاداره عندي 108,000 فدان، تمام، منه 42,000 فدان فاكهه. الجزء ال 108 كل المحاصيل، الباقي محاصيل. الجزء الفاكهه الموالح عندي 24,000 فدان و700، تمام، ده موالح. النبذه المختصره ان عندنا هنا في قطاع وادي الملاك في التل الكبير اكبر كميه بتطلع من التصدير سعادتك، بتتورد خارجي للدول الاوروبيه، تمام، تصدير، تمام، القطاع الاوروبي يعني بره، مش دول عربيه كمان، يعني ما بتكلمش على الموالح ولا الفاكهه، من الموالح. اكبر كميه بتطلع من هنا بتطلع محافظه اسماعيليه، تمام، طبعا لو عن الفراوله، طبعا اسماعيليه معروفه بالفراوله، تمام سيادتك. اما بالنسبه لاي مساعده بيطلبوها منا كزراعه، قطاع زراعي، سواء مصايد، سواء مبيدات، سواء لما يجي يصدر بيجي ياخد من عندي افاده على حسب التكويد في الحجر الزراعي، نديله افاده بالمساحه بتاعته، تمام، بحيث ان هو بنسهل له اجراءات التصدير بتاعته. حلوه، واخد بال سيادتك. اما بالنسبه للعمليات المكافحه والمقاومه والكلام ده، كل الحاجات ديت العمليات الزراعيه من اول ما بيزرع لعند ما بيجمع الثمر الموجود قدام سيادتك، ده كله قطاع الزراعه اللي بيشتغل. اشرافك. اشراف قطاع الزراعه. طبعا هنا انا معايا الاستاذ نبيل مليكه، مدير عام الرعايه البستانيه بمحافظه الاسماعيليه، مدير الزراعه بمحافظه الاسماعيليه. حلوه. سعادتك يكمل الاجراءات. احنا سعداء جدا بقناه سي بي سي، شرف لينا ان سيادتك تكون معانا. شرف لينا يا فندم، وبنرحب بيكم كلكم وكل الناس الموجودين. طبعا شيء جميل ان احنا نبتدي نفكر في موضوع التصدير. التصدير عامل حيوي، بنقول لكل السادة المزارعين لازم كل واحد يفكر هيخدم مصر ازاي، لما هيخدم بلده ازاي، انه هو بمنتهى البساطة انه يدور على المحاصيل او يدرس ايه هي المحاصيل اللي ممكن هتفيده هو نفسه اقتصاديا، ويعرف يبيع اي حاجة بالدولار. لو انت بعت، طبعا احنا عارفين سعر الدولار عامل ازاي دلوقتي، ومصر محتاجة قد ايه منكم ومن سواعدكم. حلو. طيب احنا ايه الخدمات اللي بتقوم بيها وزاره الزراعه؟ انا بصفتي، انا اسمي المهندس نبيل مليكه، مدير اداره البساتين هنا. اهم حاجه احنا بنقولها اللي هي التوصيات، دايما بنقول كل ما هو جديد في موضوع التوصيات الزراعيه، وابتدي نعممها بصفه عامه للساده المزارعين او للناس اللي هم اللي عندهم اللي مشجرين. اهم شيء انا بطلبه من الناس، أيوة، في الفتره، أيوة، دي، أيوة، علشان تخدم بلدك حقيقي، بعد ما تجمع محصولك اهم شيء تبتدي تشيل الحاجات اللي هي واقعه من الارض علشان تقي نفسك وتقي غيرك من الذبابه. قصدك لما يكون في برتقان على الارض مثلا، حاجه برتقانه زي دي مثلا، لازم يتجمع، لازم يتجمع، ويتعمل خندق، ويبتدي تردمه وتتخلص منه. ده بيبقى فيه مشكله، بيبقى هو على الارض بينقل ده. الذبابه اللي هي اخطر شيء، يعني هم في حاجتين تم بيوصلهم في الموالح بتاعتنا. طبعا الموالح بتاعتنا لا تضاهى، لا تضاهى بالنسبه للباقي، لكن اهم شيء حاجتين تانيين اللي هي المتبقيات، يعني هي المبيدات اللي هي موجوده، لما تيجي تتحلل بنشوف المتبقيات من المبيدات المستخدمه، ورقم اتنين الذبابه. بقيه الحاجات كلها ان شاء الله تبقى سهله وميسره. حلو. علينا. حلو. اتفضل يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس محمد عبد الدايم، رئيس قسم الفاكهه بمديريه الزراعه بالاسماعيليه. والله محافظه الاسماعيليه محافظه معروفه بالبساتين عموما، يعني البساتين في محافظه الاسماعيليه حوالي 230,000 فدان تقريبا. حلو. حلو.
ديت مساحة الفاكهة بس. مساحة الفاكهة بس فيها 230 ألف حوالي 230 ألف فدان. مساحة الموالح في محافظة إسماعيلية عموما حوالي 64 ألف فدان. احنا كنا بنتكلم يا باشمهندس عن المساحة اللي كنت قلتها 24 ألف هنا في التل الكبير تل. بس ده التل بس بخطاء وادي الملاك. تمام. انما المحافظة كلها فيها حوالي 64 ألف فدان. محافظة إسماعيلية. محافظة إسماعيلية. تمام. انما التل فيها هي اكبر مركز في نسبة موالح على مستوى المحافظة. كويس. في اللي هو حوالي 24 ألف. منهم برتقان بس سواء صيفي او بسره حوالي 19000 فدان. حلو. فدي مساحه كبيره ديت اللي بتساعد على عمليه التصدير، علاوه على ان اكبر تقدير محصول يعني اكبر نسبه محصول بتيجي للفدان هي من منطقه وادي الملك خصوصا، يعني ان دي هي تعتبر اخصب منطقه عشان احنا بنصدر منها والاخر بتجود فيها. بتجود فيها. طب انت قلت لي رئيس قسم الفاكهه ولادك اسمهم ايه؟ لا اقول بس ولادك اسمهم اولادك اسمهم ايه؟ عرفه ومحمود. عرفه ومحمود. ما كانش في حد تسميه عنب برتقان. ربنا ما نساش. الحياه بتاعت انت بقالك كام سنه شغال في في الحته دي؟ لا انا جديد، انا من 2004 بس. من 2004. الحياه بتاعتكم بتتغير بال يعني بمجرد ان انت بتشتغل في الفاكهه. انا لما عرفت ان حضرتك جاي النهارده جاي اصور معاك مخصوص، لان انا طالع بعد 10 ايام معاش. يا راجل صوره مع حضرتك يا راجل. حبيبي الرئيس يا راجل ربنا يبارك لك. ربنا يبارك. يعني انت بقالك كام سنه شغال؟ انا 30 سنه. 32 سنه بالظبط. وطالع على المعاش. طالع بعد 10 ايام، يعني واحد ان شاء الله بره. انت مدير اداره؟ مدير الاداره الزراعيه بالتل الكبير. ده انت هتاخد الاداره الزراعيه معاك وانت ماشي حبيبي يا رئيس. حبيبي حبيبي. طب بقول كل بلغني استاذ نبيل والنبي قلت لا لازم نروح النبي. استاذ نبيل والنبي سبت كل حاجه وقلت كل شهر شجره ولا حاجه. حبيبي يا رئيس. حبيبنا يا رئيس. حبيبي الله يخليك يا رئيس. شرفنا بيك والله. شرفنا بيك. في كنت انا بسال حياتك كلها بقى في الزراعه والدوله يعني بتختلف؟ يعني انت ممكن تشتغل في حته ثانيه، ممكن تشتغل في مجال ثاني؟ لا انا حبيت المجال ده وداخل باقتناع طبعا فيه. لان هو يعني مجال جميل جدا. وفي حد ما بيحبش الزرع؟ ما اعتقدش. اعتقد كل الناس بتحب الزراعه طبعا، وهو احسن مجال واستثمار جيد. استثمار جيد. طبعا. شاكرين يا شباب. شاكرين الى يعني شكل اخر كده من اشكال المزرعه هنا، وهنروح نشوف العمال بقى ونروح نشوف اشكال مختلفه كده من اشكال التعاون في هذا الاطار يعني. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا باشمهندس.